صحيح نشوف تقرير عن عماد متعب. عماد متعب هيبقى التقرير بتاعه طويل شويه، طويل قوي، لانه اهداف كتير. ممكن اطلب طلب بس قبل ما نشوف التقرير اسلم على تمارا وسيلين بس طبعًا. عشان قبل ما يناموا علشان هم بعد يعني هيتفرجوا شويه وممكن يناموا. ف تمارا سيسو وحشني جدا وربنا يخليهم لي. كنت طبعًا لازم تجيبهم معاك النهارده على فكره، والله عايزين نحتفل لو كان بدري شويه والله كنت ممكن اجيبهم، عشان بيناموا لكن بدري. بس المشكله سيلين كانت هتسكت، تمارا ممكن تتكلم، مش مهم تتكلم، لكن سيلين كانت تقعد جنبي وتقدم الحلقه. بالعكس ده كان نسبي تقعد جنبي وتقدم الحلقه يعني لكن انا عارف ان هم بيناموا بدري وربنا يخليهم لك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ونشوفهم احسن بنات في الدنيا يا رب. ربنا يخليك. خلينا نبدا 29 بطوله، اهداف كتيره.